السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أحبابي الغالين. بداية الحديث وياكم قبل ما ندخل داخل، اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. والآخرة يستر عليكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. طبعا داشر داخل عندي مقابلة شوية تلفزيونية، أنا برد عليكم يزعلون يوم الانطاف إن شاء الله. ألو اسمح لي أخوي ما أقدر أتكلم وياك، ما عندي شغل الحين. زين وتعال اليوم حلقتنا او برنامجنا او مستضيفينا جزاهم الله خير، برنامج متميز لسمعته ودوره في جميع ال 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 شو واسم المنشا خالد حريه الموقع. الحبايب اهلا وسهلا، نتشرف فيكم الساعة المباركة عدت في دانت الدنيا دبي لنا الشرف مطعم مطبخ ومطعم خالد حري للأكلات الشعبية، يحب الناس اللي مثلكم العربية. يا فيكم لنا الشرف يا هذا فيك يا مرة جاهزين. طبعا أنا سعيد بالكافة الإعلام العربي المحلي والعربي التسلط على او الادوار على مطبخنا الشعبي المتميز خليجيا. نعم مطبخ خالد حرية صاحب الاكلات الشعبية من غير انانية، اكلات خليجية وعربية. نعم نحن في دبي دانت الدنيا، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا سيد خالد. نتحدث اولا في البدايه قبل ان نتحدث نريد ان نتعرف بحضرتك ونعرف المشاهدين على شخصك الكريم وحضرتك بالتاكيد بالغنى عن التعريف. انا طبعا الاسم خالد محمد عبد الله حسن الحمادي. نعم بني حماد. نعم مسقط راس الولاده مدينتي الجميله من اجل خور فكان. نعم المواليد 1900 اكمل الفراغ. نعم نعم زين. ف طبعا العمر رقم. نعم زين بالعكس انا كنت طباخ انت وفي لوحه حطايه معلقه لازم تصورينها وتشوفينها، كان حلم من حلم الطيران الى حلم الطباخ. كنت بس الطيار غيرت رايي صرت طباخ والحمد لله اني صرت طباخ. نعم نتحدث هنا سيد خالد بداية الخطوات الأولى لحضرتك في الدخول في القطاع الضيافي قطاع المطاعم المطبخ الشعبي، كيف ولدت الفكرة وكيف نشأت؟ الفكرة ولدت طول الله عمرك وأنا صغير. نعم. في مدينة خور فكان الجدر الموجود 1977 هذا نعم شفتوا؟ نعم اي ف عشت في بيئة شعبية متكاتفة فيها التلاحم الأسري، الناس كانت بعضها لبعض. نعم ما كان سناب شات ولا واتساب ولا تواصل اجتماعي. صحيح. ولا نعم. الناس وتشارك في العزة في الفرح في الحزن في كل شيء ناس كانت مشتركة. نعم. وكان الطبخ جماعي بين الحريم والرجال، فأنا ضربت عندي الفكرة أني أنا أصير طباخ. نعم. وطبعا الدراسة حدث ولا حرج مثل التنكر. نعم. يدزون مغرز. نعم انجح واسقط اسقط وانجح، ما افتكر ما صدقت اني اطلع من المدرسه، ما كان
أصبحت فكرة حقيقية على أرض الواقع، مجموعة مطاعم ومطابخ الطبق الشعبي، مطعم ومطبخ خالد حرية. بداية إنشاء المطعم تحدثنا عنها، نتحدث قليلا عن الخدمات والأطباق الموجودة داخل المطعم والمطبخ الشعبي خالد حرية. والله الأطباق موجودة في المنيو. أهلا. شوف أنواع وأشكال طال عمرك. يعني كم بصور لك أنا؟ السمك المشوي، عيش الأبيض. نعم. يعني المنيو كامل، كله شعبي، الحيدر بادي، الهريس، الفريد، المضروبة، الجشيد، الأكلة المتميزة. نعم. فياجر الأمارات اسمها. نعم. الجشيد. نعم. السمبوسة، حتى عملت الستيك والبردر بالجشيد. نعم. ومتميز، والقيمات والبلاليق والدانجو والباجل والساقو. صعوبات تحديات في بداية الأمر، الصعوبات والتحديات التي واجهت السيد خالد حرية في بداية إنشاء فكرة المطعم. والله الغالي، الرزاق في السماء والحاسد في الأرض. نعم. والناس لما تشوف الواحد يشتغل يخلونه. صحيح. لكن نطنش تعش. صحيح. الأمانة والصدق والمواعيد والإتقان في العمل والمصداقية مع الناس تخليك أنت في القمة، لكن لما توصل القمة سهل، المحافظة على القمة صعب. صح. فالحمد لله رب العالمين، نحن اليوم على أرض الواقع من تطور إلى تطور، وعندنا مشاريع بعد جاية في الطريق. نعم. فكرة التوسع، نلاحظ هنا أن فكرة التوسع موجودة داخل مطاعم ومطابخ خالد حرية. موجود، وعندنا مفاجأة كبرى. نعم، إن شاء الله. فطويل العمر. نعم. عندنا مثل مشهور معروف قاموا علقوه الناس، يقول أوقف على مالك ولا عشرة من عمالك. يا سلام. وقف على مالك ولا عشرة من عمالك. نعم. يعني يا خالد حرية، يا ثاني الثالث الرابع الخمستعشر المستثمر راعي المال، انت وقف في مثل عربي يقول مال السائب يعلم السرقة. نعم. وقال في مثل سوري وقف من وقف على نعجته أو غنمته يا بتوم. صحيح. هي. نعم. فأنا أوصي من هذا المنبر من هاي الإذاعة الطيبة رواد الإمارات. نعم. إنك والله تأمن. لا لا ما في لا، اوقف على راس العمل. نعم. نعم. سيد خالد، نتحدث قليلا عن الخطط المستقبليه لحضرتك. التنقل من الاحياء الشعبيه. نعم. الى المولات. ما يعجبني. صح. وعرض علي وكم عرض، حد قال بنعطيك سنه مجان، حد قال بنعطيك سته اشهر مجان، وتعال في المول هذا المول هذا المول هذا المول هذا. لا، يعجبني الاحياء الشعبيه او المناطق الشعبيه السكانيه اللي هي متوطنه بالمواطنين الامارات. نعم. فانا حياتي كذا. نعم. فهو ان شاء الله في توسع، وفي بعد عندي مشروع في دوله خليجيه ان شاء الله. نعم. ما بدك اسمها ان شاء الله. نعم. ان شاء الله راح نشوف اسم مطعم مطابخ حريه، اسم براند باذن الله ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. النجاح، نتحدث قليلا سيد خالد عن النجاح. دائما رحلة النجاح، مشوار النجاح لا يكتمل بشكل فردي، لابد أن يكون بشكل جماعي ليكتمل. الأشخاص الذين ساندوا السيد خالد بالوصول إلى هذه المرحلة. أني أنا كذا في لا، النجاح باين والانحدار باين، فالحمد لله رب العالمين، من نجاح إلى نجاح. سيد خالد، من خلال هذه الخبرة الجميلة لحضرتك في العمل، إذا أردنا أن نوجه رسالة تحفيزية إلى الشباب وهذا الجيل المقبل على الحياة العملية، وأنت بالتأكيد طبعاً خير مثال لهذا الشباب. الشباب طبعاً الحمد لله رب العالمين، نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلد المال والأعمال، بس يبغي من يمشي، يبغي من يستعد، يبغي من يركض، يبغي من يجتهد، يبغي من يوصل. التجارة الجدر مركب على ثلاثة،
والحزن 3 أيام والفرح ربما يكون 3 أيام إلا التجارة 4 تجارة شطارة ربح وخسارة. الحرية الشعبية كان ضيفي لي حلقة اليوم. انتظرونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة وقصة نجاح جديدة ودمتم برعاية الله. كات وأرحب بأحلى الناس اللي أنتم جايتكم على العين والرأس. طبعا هذا المطبخ دبي زانة الدنيا، الوردة المتميز من أرقى المطابخ الشعبية بخدمة فندقية. شوف طيب يعني هذا 5 أو 7 ستار وتقول له كل من نقر ما ظل بالوادي شقر، عارف؟ ايوه مرحبتين. عقب اللقاء وعايزوني حشه صرت ورقت وقال انا غني، انا حريه، انا غنيه واحب الهديه والوطاستن خليه. تفضلوا حبيبي شويه من عيالي. يا هلا ويا مرحبا ويا مرحبا ويا مرحبا، هلا فيكم هلا الغالين. هلا بديتكم انت من وين عمي؟ براس الخيمه وناسه، براس الخيمه بهانس، تفكر في الماضي عيش يومك واستانس، راس الخيمه وناس اي صح ولا لا؟ لك والعوافي عاد خربوا الاناس وضاعت الاناس. وش شنو هذا على الراس؟ ها عشان نشوفه. شو اسمك انت؟ احمد. والنعم انت؟ وسبعه انعام يا بني. ولازم اراوي المشاهدين مالي ما يقولون علي. نعم ها انزين هالراس الخيمه جاي وحده. هذا ابو نعم ابو اسمي اي نعم. لابوك المدخل دهدين يعني عيني شنو هي ابو عادل خله اشرب لك كيشن. ايش تبغي؟ كيشن. وش تبغي بالريال؟ خله. ماشي. وهذا شو حق الفراش؟ الله يزيدني شر من عطر قولوا امين. امين. الله يزيدني من عطر والبخور والعود قولوا امين. امين. ها شباب. هاي ما يحب العطر؟ ها؟ كل الناس يحبون العطر. ابدا انا لا احب العطر. هذا مع الفراش انزين. انا ما مثل غيري لا، اول تروح واشهد الوادم وعقب ابوه. صراحه عليكم محروزين، الله يحفظكم ويحفظ عيالكم. انت مسويت الليل ها؟ انت اشرب شنتي ها؟ ايه عد نظيف يا يعني بعد من عمان يوم واصل صاير اجازه. منو عاد هو؟ الدليل نوح. نوح مين؟ روح حق قلت لا تقول والله تفضل نوح لوكيشن. انت صاحب ذوق. اسد بسك من الشاي خلي الشاي انا ابوه دود طالع. لا امسك
عنده روحك شوف. ها ها ما يحتاج دام لخشن وقع لانه هو فنان. وهذا شو ماله؟ مال فراش. مال فراش. وهذا مال فراش. اسم الله يلا. وهذا مال فراش بعد. كل واحد نوع بروحه بروحه. كل واحد نوع. وهذا هذا عطر. عطر محلي. شغل بيت العيد. ايه. ها بعد عطر؟ عطر عود وخيال. وهذا شو ماله؟ هذا عطر الشعر. عطر ما الشعر؟ عطر ما الشعر؟ للأسف عاد أنا أصلع وفي شعر أنا بعد شان بعد في شعر اشكبع شوي قول أبا دوك يا أمي يلا. وهذا الدخون بعد نوع ثاني ما شاء الله. هذا حن كل نفس العرض يعني ها؟ كل واحد يختلف. الحين شفتوا احب احط عنوانهم والدخون يكون في علمكم. دخون امونه هذا دخون امونه وهذا دخون حصه حي وهذا دخون عود خيال. عود خيال. عود خيال ايه. وها شو بعد؟ مع الجسم شوف طالع يبعد دورك غرب بلاتك ان شاء الله انتبه والله العظيم قوت. شو ضحك انت بعد ها عمي ضحك على شو بوي وانت شحك ملح بوي شل يلا ما علي زود رسمي بتفرك نعم هلا ابوي بس ابوي طمع من طمع طمع انا في عقب ايه والله قول تم وانا غشني وقلت تم قال لي غرشك لا 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 قبل تم ابن عم اعطيناك واحد تعال يا ولد تعال تحرك يا ولد الدل الشقه وين؟ الشقه على الشقه نعم الساعه المباركه حياكم الله والحين بحطي عنوان الايواد يا الطيبين يا اهل الكرم يا اهل الشيمي يا اهل المعروف الدخون هذا ما بلازم تدخلون بيوتكم وتدخلون ثيابكم واختاركم ترى بعد في بيوت الله سبحانه وتعالى هي الطيبات لله لا واحد خذ 10 ولا 20 قرشه وعق فيها المسجد ثلاث وهذا المسجد ثلاث وهذا المسجد ثلاث واربع اجر وهذا عنوان هذا يلا صوره صوره مره هي نعم خلاص يلا التشريب الفتح لا على طريقة أخوكم خالد حرية قطعا يلا وهذا غير هذا اسمي شلة التشريب انزين هذا شو تسمونه داخل لاتكم؟ صارونة صارونة هاي صارونة هاي فريد فريد يعني انتم عندكم فريد بعد؟ تسوون فريد؟ لا بس في غيره يعني لا لا فرز الله ما عندكم؟ لا المهم شوفوا شوفوا شو قالوا شو صاروا ابو ايه ما يحقق يا ما طلع الحين ايه انا فنن اتفنن اتفنن ايه شوفوا ها طالعوا الله 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 واوي ده هذا صحن خلي يشرب ماي نعم في الطريقة هاي أخوكم حريه يفرد الفريق يشرب ماي على راحته
نعم الله اي اي كذي في ناس لا يجون يشربون ما يشرب لا بالطريقه هذه احسن يشرب مره شوفوا اي وتاكل السهل ما يسوي لك صاهر ما تهونون علي ما تهونون علي يا متابعيني كل شيء انا وياكم اول باول ولو القيمه لو شحيمه لو الحيمه اهم شيء انتم عندي اني انا ما اصبر عنكم ايها الناس الغاليين طيب حطيته في الصحن والحين الله المستعان يا ابو فريد لوكيشن يا ولد وين تليفونك؟ طلع يا ابو فريد شوف في ذمتك صور الفريد هذا الفريد يبغى له تمر عاد اخي الله واويلا صور ايه اللوم الاسود الطماط الشل هي او اكله شعبيه حلوه وغاويه وخفيفه بالعافيه عليكم خلاص بقى ما بصور شيء good night